في الإمارات في دبي برو سكاي دايفر مدرب كان دربنا فري فلاي كان نقز معنا سون طونديم كان لدي كاميرا عندي ما يفوت 11000 نقيزة لحد الآن وقمت بدرت شي دي ركور دي مون سكاي دايفين هو سبور اكستريم ومن كاين فيه بزاف ديال ديسيبلين مي اون غرو سكاي دايفين هو ملي كتنقز من الطيارة كدير واحد الدقيقة ديال شوت ليبر في السماء فديك الدقيقة كدير دي تخوك اللي انت باغي فري فلاي ولا اللي انت باغي كتحل الباراشوت ومن كتحل الباراشوت عاوتاني عندك واحد دو تال تخوا مينوت ديال سوفوال وكدير اتيريساج لو سو كان هو ان صوف فوق لي بيراميد ديال ايجيبت بالدرابو ديال المغرب تنقيزة نالت الاعجاب ديال بزاف ديال المغاربة داخل وخارج الوطن التنقيزة من خلالها كان العالم المغربي هو اكبر عالم اجنبي كيطير فوق الاهرامات ديال مصر منذ تاسيسها اكثر من 4500 سنه لحد الان درت دي سوق قبل منها فوق دبي فوق لا سومي دي فريست وكنديرهم في لي ميم دات تقريبا يعني بين عيد الاستقلال والمسيره الخضراء فالتنقيزه درناها المسيره الخضراء عيد الاستقلال وباش نبينوا الحب ديالنا والتشجيع ديالنا للقوات المسلحه الملكيه كانت شويه صعيبه في الاول حيت لي بيراميد سون بروتيجي بار لارمي وكيتسموا نان فلاي زون يعني ممنوع اي طياره تطير فوق منهم وراك غتشوفي بزاف ديال لي انفلونسور كيبغيو تما ولا يوتيوبرز كيبغيو يصوروا بالدرون ولا شي حاجه كيمنعوهم لان هي واحده من معالم الدنيا السبع وهي اللي عند مصر فعندهم داك الاهرامات شي حاجه مقدسه بزاف فباش تقول لهم غنجي نقص فوق منها كانت مستحيله باش تقول لهم نقز بواحد العالم فوق منها اللي هو عالم اجنبي على ديك الدوله كانت شويه صعيبه مي بيننا وبين غادي تكون بواحد المناسبه اللي هي كبيره عند المغاربه وغادي توطد العلاقات المصريه المغربيه وغادي تعطي الفرصه لبزاف ديال الناس في العالم باش يشوفوا الجمال ديال الاهرامات من واحد النقطه اللي هي جديده عليهم اللي هي من السماء والحمد لله عجبتهم الفكره وعطاونا الدعم وزعما رحبوا بنا وعملونا بحال رحنا منهم فملي كتمشي بزاف ديال الدول الاجنبيه وكتبغي تنقز بواحد المعالم اللي هو اجنبي عليهم اللي هو العالم المغربي فكتلقى تسهيلات وتشجيع وكيوقفوا معاك اكثر من هنايا يعني هنا كنا العام اللي فات في ديسمبر كنا باغيين نديروا واحد القفزه بالعالم المغربي فوق اكادير وفلا باش الله الوطن الملك تكون مورا العالم المغربي ما خلوناش تكنا غادي انيولي لوسو كامل وتدخل واحد السيد اللي غنبغي نشكرو من هذا المنبر هذا هو عامل اقليم تارودانت عنده بغى يشجع لي جون عنده واحد لا فيزيون ديال لي جينيراسيون باش يشجع الشباب اللي بغاو يديروا شي حاجه للمغرب ورحب بينا في تارودانت ودرنا تنقيزه ثلاثه ديال التنقيزات في تارودانت فوق ستاد ديال تارودانت وحده في الكلوب ديال سكارا في تارودانت الحلم ديال اي طفل ملي كنكونوا صغار كتسولي شي واحد يقول شنو بغيت تكون فاش تكبر تقول بغيت نكون بيلوت لان عندنا هاد لو غير ملي كنكونوا صغار هو الطيران الطير في السماء فملي كنكونوا صغار اقرب حاجه عندنا لهاد لا سونساسيون ديال الطير هو تكون بيلوت ملي كتكبر كتلقى بينا كاينين واحد الطرق اللي تقدر تحس بهم بداك الاحساس ديال الطيران من غير ما تكون بيلوت يعني بيلوت كطير بواحد لا ماشين ملي كتنقز من طياره هذيك هي لا سونساسيون كيحس بها الطير في السماء تقريبا 8 درت عندي جوج فوق لا سومي دي فريست بالعالم المغربي اللي كانوا هو اعلى عالم كيطير به شي انسان في التاريخ فوق 10000 متر وكان اكبر عالم كيطير فوق لا سومي ديال فريست كان 10 على 10 متر لان كيطلعوا بزاف ديال الناس لا سومي دي فريست كيجبدوا درابو صغير من الكارطابل تيدير ليها صافي راه كينزل مي باش تطير بعالم كبير فما عمرها ما تدارت عندي دو ريكور دي موند كنا درنا في شيكاغو بنينا اكبر فورماسيون في التاريخ كنت العربي الوحيد تمايا عندنا جوج لا ميم في السوفلوري في الامارات
من منطاد هوائي هو الله سبحانه وتعالى ميز كل واحد عطاه واحد الموهبه اللي غتخليك ماشي مختلف على الانسان اللي جنبك. يعني عطاني واحد الموهبه اللي ما عندكش انت، وعطاك انت واحد الموهبه ما كانش عند واحد اخر. فالا كل واحد فينا قلب هذيك الموهبه لقاها وسقلها كما تيقولوا، غتلقى راسك متميز على بزاف ديال مش من واحد حداك. و لي سبور في المغرب خصنا نشجعوهم، كاينين دي زاتليت في المغرب في كاع لي سبور كاع لي ديسيبلين مي ما كيبانوش، ما عطيهمش فرصه انهم يبانوا. باغين يمثلوا المغرب في العالم، باغين يبينوا الموهبه اللي عندهم، مي ما عطيهمش فرصه. عندنا في السكي، السنوبورد، الكايت سيرف، كل شيء، مي خص غير ديك اليد اللي تعطيهم واحد الفرصه، وغادي تشوفي واحد المواهب، وغتشوفي العالم المغربي في العالم في دي كومبيتيسيون مونديال، وغناخذوا ان شاء الله دي بون بلاس. مع الاسف هنايا داك السبور اللي كنت باغي ما كانش معطيه، فاضطريت نمشي للامارات وبيت لا كارير ديالي، وحدت بالدعم منهم بزاف وعاوني بزاف، فكنبغي نشكرهم لان غراسا قدرت نوصل لهذا الشيء اللي انا فيه باش نبين الحب ديالي لبلادي ونمثل بلادي احسن تمثيل. مي ان شاء الله فالحلم ديالي هو نكون، ماشي الحلم يعني ما ميسيون، هو نكون مثال للجينيراسيون اللي جايين في المستقبل. يعني هادشي ما يوقفش عندي انا، ماشي غير في سكاي دايفينغ، في كاع لي سبور. بغيت الناس اللي غيجي موراي يشوفوني يقولوا اوكي، من كنت يقولها ما نسمحوش في الاحلام ديالنا. وان شاء الله يكون خير. الميساج اللي غادي نقول هو كاع لي جون، ما تسمحوش في الاحلام ديالكم، خدموا، اجتهدوا. غايقول لكم بزاف ديال الناس ما تقدروش، جلس الله رضا شداك، ما تسمعش ليهم، ثق في الاحلام ديالك وان شاء الله غادي توصل.